النهارده هناخد درس الاسكندر في مصر، الدرس الاول في الوحدة الرابعة في التاريخ. الاول يا شباب، وهب الله لمصر ثروات وفيرة ومتعددة كانت سببا في ايه؟ في جعل مصر مهدا للحضارات، ولفتت انظار الطامعين اليها حتى اصبحت كل دولة تتطلع لبناء امبراطورية تتجه الى مصر. ليه؟ طمعا في الاستيلاء على خيراتها. مثل مين؟ مثل الليبيين والاشوريين ثم الفرس الذين ظلوا يحكمون مصر حتى دخلها الاسكندر الاكبر. يبقى ما النتائج مترتبه؟ ان مصر بتتمتع بثروات وفيره ومتعدده، هنقول ده جعلها مهدا للحضارات، لفتت انظار الطامعين اليها حتى اصبحت كل دوله اولاد تريد ان تبني امبراطوريه بتتجه لمصر. ليه؟ طمعا في الاستيلاء على خيرات مصر. مثل مين؟ الليبيين والاشوريين ثم الفرس الذين ظلوا يحكمون مصر حتى دخلها الاسكندر الاكبر. من هو الاسكندر الاكبر يا شباب؟ ولد الاسكندر الاكبر عام 356 قبل الميلاد في اقليم مقدونيا بشمال بلاد اليونان اللي هي بلاد الاغريق. يبقى الاسكندر الاكبر ولد عام 356 في اقليم مقدونيا بشمال بلاد اليونان. هو ابن الملك فيليب المقدوني الذي وحد اقليم مقدونيا عام 338 قبل الميلاد. تولى الحكم هو كان عنده اولاد في سن ال 20 من عمره، هو كان في سن ال 20 اولاد. الاسكندر الاكبر لما تولى الحكم هو كان في سن ال 20 من عمره، بعد مقتل والده اولاد، بعد مقتل والده. معايا؟ كان عام 336 قبل الميلاد. نركز يا شباب عشان في نهايه الدرس هنسال اسئله على الدرس، ان الدرس صغير. اهم اعمال الاسكندر الاكبر: غزا معظم اجزاء العالم القديم، لذلك لقب باعظم الفاتحين. بما تفسر ليه لقب الاسكندر الاكبر باعظم الفاتحين؟ الاجابه لانه غزا معظم اجزاء العالم القديم. 2 قدر يهزم الفرس في اسيا الصغرى وسوريا وفينيقيا. استولى الاسكندر على مصر عام 332 قبل الميلاد. دي اهم اعمال يا اولاد. يبقى اهم اعماله تاني: غزا معظم اجزاء العالم القديم، لذلك لقب باعظم الفاتحين، هزم الفرس في اسيا الصغرى وسوريا وفينيقيا، استولى الاسكندر على مصر عام 332 قبل الميلاد. هنتكلم على الاسكندر وغزو مصر. بعدما انتهى الاسكندر يا شباب من القضاء على تمرد المدن الاغريقيه وهزيمة الفرس في اسيا الصغرى، قرر الاستيلاء على مصر عام 332 قبل الميلاد. ولما تولى الحكم الاسكندر بعد مقتل والده، المدن الاغريقية عملت تمرد ضد الاولاد، فقضى على التمرد دوت، بعد كده قدر يهزم الفرس في اسيا الصغرى، ثم قرر بعد كده الاستيلاء على مصر اللي كانت تحت حكم الفرس عام 332 قبل الميلاد. اهتم الاسكندر ليه اولاد بفتح مصر؟ ليوفر لجيش اولاد مصدرا غنيا من الغذاء، عشان يوفر الغذاء لجيشه. يبقى الاسكندر تم فتح مصر ليه؟ عشان يضمن لجيشه مصدرا غنيا من الغذاء. هيتحرك بجيش كبير مدعم باسطول بحر اولاد حتى يصل الى تل الفرمه اللي هي شرق بورسعيد حاليا، حيث رحب بيه اولاد المصريون بيه. المصريون رحبوا بقدوم الاسكندر، رحبوا بمجيء الاسكندر. يبقى تمام يا شباب؟ يبقى المصريين ليه رحبوا طيب بمجيء الاسكندر؟ تمام؟ المهم اعتقدوا يا شباب ان الاسكندر جاء ليحررهم من الاحتلال الفارسي الذي فرض عليهم الضرائب، وانتهك حريه الديانه المصريه، انتهك حريه الديانه المصريه. يبقى هم كانوا بيعتقدوا ان الاسكندر جاء لايه؟ ليخلصهم من الاحتلال الفارسي. هذا الاحتلال، هم المصريين كانوا كارهين هذا الاحتلال الفارسي. ليه؟ لانه كان بيفرض عليهم الضرائب وانتهك حريه الديانه المصريه. 2 معرفتهم باعداد الاغريق الذين كانوا يعملون كجنود مرتزقه في مصر. يعني ايه جنود مرتزقه يا اولاد؟ يعني جنود بيعرضون خدماتهم العسكريه مقابل المال. جنود بيعرضوا خدماتهم مقابل المال. خدماتهم العسكريه مقابل المال. هنتكلم على سياسة الإسكندر الأكبر في مصر. الإسكندر كان ذكي جدا،
سعى الإسكندر الأكبر لإرضاء المصريين، فحرص على إظهار احترامه للديانة المصرية. إن الإسكندر الأكبر عرف إن أهم حاجة عند المصريين الدين، أهم حاجة عند المصريين الدين، لذلك احترم إيه؟ احترم الديانة المصرية. من خلال إيه يا ولاد؟ إن هو قام بزيارة معبد الإله بتاعه في منف، وأقام فيه مهرجانا رياضيا على الطريقة الإغريقية، وزار معبد الإله آمون في واحد سيوة وقدم له القرابين، ولذلك لقبه الكهنة يا ولاد بابن الإله آمون. يا ولاد، يبقى الإسكندر الأكبر سعى إنه يرضي المصريين، فحرص على إيه؟ على إظهار احترام يرضي المصريين، فلازم يحترم الديانة المصرية، فأظهر احترامه للديانة المصرية، قام بزيارة معبد الإله بتاعه في منف ومعبد الإله آمون في واحد سيوة. تمام كده يا شباب؟ وأهم أعمال يا ولاد في مصر يا ولاد تأسيس مدينة الإسكندرية، تأسيس مدينة الإسكندرية. وقع اختيار الإسكندر يا ولاد على قرية مصرية اسمها قرية راكودا، تقابلها جزيرة صغيرة في البحر المتوسط اسمها جزيرة فاروس، لإقامة مدينة الإسكندرية. ردم يا ولاد، ردم المياه اللي بين القرية والجزيرة من أجل إقامة مدينة إيه؟ مدينة الإسكندرية. طب ليه الإسكندر الأكبر قام بتأسيس مدينة الإسكندرية؟ بما تفسر بناء الإسكندر الأكبر مدينة الإسكندرية. الإسكندر الأكبر بنى مدينة الإسكندرية عشان أولاد تكون عاصمة لدولته وتحمل اسمه، اثنين تكون مركز لنشر الحضارة الإغريقية، تكون قاعدة بحرية لتدعيم سيطرته على البحر المتوسط. مدينة الإسكندرية أولاد خلدت اسم الإسكندر على مر العصور. يبقى تاني أولاد، ليه الإسكندر الأكبر قام بتأسيس مدينة الإسكندرية لتكون عاصمة لدولته وتحمل اسمه، تكون مركز لنشر الحضارة الإغريقية، تكون قاعدة بحرية لتدعيم سيطرته على البحر المتوسط، تكون قاعدة من خلال يقدر يسيطر على البحر المتوسط. هنتكلم على وفاة الإسكندر الأكبر. كانت مدينة منفي يا شباب، كانت هي عاصمة مصر حتى تم بناء مدينة الإسكندرية. توفى الإسكندر الأكبر عام 323 قبل الميلاد، هو في سن أولاد 33 سنة، كان عنده 33 سنة، ودفن في الإسكندر الأكبر بالإسكندرية. كده خلصت الدرس، قلت لكم درس صغير. هنعمل بقى بسرعه يا اولاد كده نسال اسئله على الدرس كده، وبننتظر منكم ان انتوا على قد ما تقدروا كده تحاولوا تجاوبوا معانا. طيب نسال اول اسئله يا اولاد بما تفسر. اول سؤال، اتجاه معظم الدول في العصر القديم لاحتلال مصر. تاني سؤال بما تفسر، اتجاه معظم الدول في العصر القديم لاحتلال مصر. انا منتظر منكم الاجابه، اديك فرصه تفكروا ثواني كده. ها الاجابه يا اولاد، بسبب تعدد ووفره الثروات في مصر. بسبب تعدد ووفره الثروات في مصر. يبقى ليه اتجهت معظم الدول في العصر القديم لاحتلال مصر؟ يبقى بسبب تعدد ووفره الثروات في مصر. السؤال الثاني يا اولاد، بما تفسر، اطلاق لقب اعظم الفاتحين على الاسكندر الاكبر. اطلاق لقب اعظم الفاتحين على الاسكندر الاكبر. سمع حد بيجاوب؟ ها لانه يا شباب، لانه غزا معظم ايه؟ اجزاء العالم ايه؟ القديم. لان الاسكندر الاكبر غزا معظم اجزاء العالم القديم. تمام. سؤال كمان يا شباب بما تفسر، ترحيب المصريين بالاسكندر الاكبر. ليه المصريين رحبوا بالاسكندر الاكبر؟ ها اديك فرصة للتفكير، ليه المصريين رحبوا بالاسكندر الاكبر؟ ترحيب المصريين بالاسكندر الاكبر لاعتقادهم بايه؟ لاعتقادهم بان الاسكندر الاكبر جاء ليحررهم من الاحتلال ايه؟ الفارسي الذي فرض عليهم الضرائب وانتهك حرية الديانة المصرية. اثنين، معرفتهم بعادات الاغريق الذين كانوا يعملون كجنود مرتزقة في مصر. معايا يا شباب؟ لما كانوا بيعتقدوا ان الاسكندر الاكبر جاء ليخلصهم ايه؟ من الاحتلال الفارسي. لما كانوا بيكرهوا الاحتلال الفارسي ليه؟ كان الاحتلال الفارسي بيفرض عليهم الضرائب وانتهك حريه الديانه المصريه. اثنين، معرفتهم بعادات الاغريق الذين كانوا يعملون يا اولاد كجنود مرتزقه في مصر. احنا عرفنا يعني جنود مرتزقه، جنود يقدمون خدماتهم العسكريه مقابل المال، مقابل الفلوس. طب سؤال كمان يا شباب بما تفسر، زياره الاسكندر الاكبر لمعبدي الاله بتاح والاله امون.
لقام بزيارة معبد الإله بتاح والإله أمون. ها الإجابة يا شباب لأن الإسكندر الأكبر سعى إلى إرضاء المصريين، فحرص على إظهار احترامه للديانة المصرية القديمة. معايا شباب إجابة تاني، لأن الإسكندر الأكبر سعى إلى إرضاء المصريين، فحرص على إظهار احترامه للديانة المصرية القديمة. سؤال كمان يا شباب بنتفسر بناء الإسكندر الأكبر لمدينة الإسكندرية، آخر حاجة إحنا قلناها لسه قايلينها. أيوه، بتكون عاصمة لدولته وتحمل اسمه وتكون مركز لنشر الحضارة الإغريقية وقاعدة بحرية لتدعيم سيطرته على البحر المتوسط. طب ناخد سؤال كده، ما النتائج؟ ما النتائج المترتبة على كراهية المصريين لحكم الفرس؟ ما النتائج المترتبة على كراهية المصريين لحكم الفرس؟ ها الإجابة، أدى ذلك إلى إيه يا ولاد؟ إلى ترحيب المصريين بقدوم الإسكندر إلى مصر. أدى ذلك إلى ترحيب المصريين بقدوم الإسكندر إلى مصر. طيب إحنا قلنا عشان بناخد أسئلة بأكمل العبارات الآتية، تولى الإسكندر الأكبر الحكم في سن كام يا ولاد من عمره؟ في سن كام؟ في سن العشرين من عمره، تمام. الإسكندر الأكبر دفن في مدينة يا ولاد؟ دفن في مدينة الإسكندرية. طب نشأ الإسكندر الأكبر في إقليم إيه بشمال بلاد اليونان؟ في إقليم إيه؟ تمام، ها؟ في إقليم مقدونيا بشمال بلاد اليونان. طيب كده نكون قد انتهينا بقى من درسنا النهارده، نتمنى لكم النجاح والتفوق وإلى اللقاء.